حتى لا يستهتر بأرواح الناس. وبعض الذين يفعلون هذا ربما لا يعتبر قتلهم خطأ، مثل أمثال هؤلاء المتهورين الذين يسيرون في الشوارع كأنما يستعرضون عضلاتهم. هؤلاء الذين لا يمشون على الأرض هونا بسياراتهم، شأن عباد الرحمن. هؤلاء الذين يقتلون الناس ويزهقون الأرواح ولا يعتبر من باب الخطأ، ولا يعتبر هذا من باب الخطأ، إنما هو من باب التعدي، ويجب أن يعاقبوا عقوبة أخرى فوق عقوبة القتل الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. نعم إخواني، لماذا يقتل المؤمن المؤمن؟ هل في هذه الحياة ما يستحق أن يقتل المسلم أخاه المسلم من أجله؟ هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف يقتل الإنسان الإنسان من أجلها؟ والمفروض فيه أن يحميه ويدافع عنه ويبذل نفسه من أجله، فكيف يقتله؟ ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف يسوغ من في عقل إنسان، في عقل إنسان مسلم وفي ضميره وفي دينه، أن تمتد يده بالإثم ليقتل إنسانا بغير حق؟ كل ذنب عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفره إلا ذنب الشرك والموت على الكفر وقتل امرئ مؤمن بغير حق، ويلحق به أن يساعد على قتله. بل روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن نكون من المعتوقين من هذا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم إخواني في الله، لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده أن يرتدوا إلى عصر الجاهلية، عصر هؤلاء الجهلاء، فيعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بغير حق. فقال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، صلوات ربي وسلامه عليه. إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الوصية فيها
احترام النفس البشرية فيها نهي عن القتل واحترام النفس صلوات ربي وسلامه عليه خير البرية صلى الله عليه وسلم. القتل مسألة كبيرة إخواني في الله، فلا يجوز للناس أن يقدموا عليه إلا بمحكمة، أي بقضاء يدافع فيه كل إنسان عن نفسه ثم يقضى له أو عليه. فالإسلام حرم سفك الدماء، سواء دم المسلم أو دم غير المسلم، إذا كان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وجاء في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحتها، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا بالنسبة للإنسان المعاهد وليس بمسلم، فكيف بالمسلم؟ حتى في الحروب المشروعة لم يجز الإسلام قتل من لا يقاتل، مثل المرأة والطفل والشيخ الكبير، بل كان الخلفاء الراشدون ينهون القادة العسكريين أن يقتلوا الرهبان الذين فرغوا أنفسهم للعبادة. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض المغازي امرأة مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم إخواني في الله، الإنسان يستحق الحياة ولا يجوز أن يعتدى عليه ولو كان طفلا، فللطفل حق في الحياة واحترام النفس كالكبير تماما. ولذلك يجب في هذه دية كاملة، وفي هذا كفارة إلى هذا الحد يحترم الإسلام النفس البشرية، بل لا يجيز الإسلام أن يعتدى على حياة نفسه بالانتحار أو بالقتل. نعم أخي، من أنت أيها الإنسان؟ أنت بالكل الله العزيز الديان. من أعطاك الحق أن تقتل نفسك أو تقتل غيرك؟ الله سبحانه وتعالى لا يجيز لك أن تقتل نفسك. الأصل للإنسان أن يصبر على الشدائد، والمسلم صبور مصابر، يرضى بما قسم الله له ويتوقع أن يفرج الله عنه الشدائد، ويعلم أن مع اليوم غدا وأن غدا لناظره قريب، وأن دوام الحال من المحال، وأن بعد الظلام فجرا. نعم، ليس في الحياة ما يستحق أن يقتل الإنسان نفسه من أجله، أمن أجل حب قد فشل، أو من أجل تجارة قد كسدت، أو من أجل أمل قد خاب،
يقدم الإنسان على قتل نفسه يائسا من روح الله تعالى. والله تعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لهذا جاءت الأحاديث تشدد في هذا الأمر، وتنذر أبلغ الإنذار، وتتوعد أشد الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. القتل حرام، وسفك الدماء حرام، بل من أكبر كبريات الحرام، حتى قال من قال من الصحابة: لا توبة للقاتل. قالوا: لأن هناك حقوقا ثلاثة: حق الله سبحانه وتعالى، وهذا تنفع فيه التوبة، وحق أولياء الدم أي أهل المقتول وورثته، وهؤلاء يمكن أن يسقطوا بالعفو أو بأخذ الدية أو الصلح أو بالصلح، ويبقى حقه نفسه أي حق المقتول نفسه. وقد جاءت في الأحاديث: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى للقاتل: تعس، ويذهب به إلى النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا ويعصم دماءنا، وأن نكون من الرحماء السالمين المسالمين. اللهم آمين آمين. إخواني في الله، liebe Brüder, wir werden eine kurze Fassung in Deutsch machen, inshallah. Und zwar ging es um das Töten vermeiden und das Leben respektieren. Das heißt, اجتناب القتل واحترام الحياة. Alle Religionen sollen die eigene Religion, das Leben, die Seele, das Geld und weiteres bewahren. Das heißt, die Seele soll bewahrt werden. Keiner von den Menschen darf die Seele nehmen, also die Seele töten. Das heißt, der Mensch töten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet die Seele nicht, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, außer mit Recht, also das Gericht ist es nur gerichtlich gesehen. Der Islam hat das Töten mit dem Schirk verbunden, weil das Töten einer grausame Tat ist. Aschirk ist auch dieser Überfall auf die Religion, und das Töten ist auch Überfall auf das Leben. Ja, lieber Bruder, wer bist du, dass du Menschen um das Leben zu überfallen?
Diese Seele ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen für ihren Besitzer. Wie nimmst du diese von Besitzer? Kannst du eine Fliege erschaffen, damit du einen Seele, einen anderen Mensch ohne Recht nimmst? Kannst du den kleinsten Lebewesen der Erde Leben geben? Wie kannst du denn nur töten? Das Töten ist im Islam, es ist, liebe Brüder, verboten. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet das Töten. Man soll friedlich mit dem anderen Menschen leben und halt versuchen, nur der guten Charakter den anderen zu zeigen, damit die halt unseren Islam richtig kennt und richtig erleben. Mag Allah subhanahu wa ta'ala uns alle von dem Töten verbergen und dass wir auch unsere Hände sauber halten. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم يا أرحم الراحمين اهدنا إليك ارجعنا إليك اللهم إننا تبنا إليك فوضنا أمرنا إليك ألجأنا ظهورنا إليك اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم يا ربنا اشف كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم واشف كل مبتل مسلم اللهم يا ربنا عافنا في أبداننا عافنا في أسماعنا عافنا في أبصارنا عافنا في قواتنا اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم من كان له نصيب في ترميم هذا المسجد فاجزه خير الجزاء اللهم بارك له في صحته بارك له في جسده بارك له في زوجته بارك له في ذريته بارك له في أولاده يا ربنا هذا دعاؤنا لا يخفى عليك نواصينا بين يديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sheikh.
في سبيل الله. Yes, you can be. Salaam alaikum. So, now you can come out. Yes, you can come. Sheikh, salam alaikum. Officially, the sickness that was over these African countries called the Ebola. It has been officially announced that it's over, and we thank Allah for that. Mm-hmm. Also, the countries that the sickness attached them or touches their souls, we pray and hope that Allah forgive those who die. And also, those of us who are alive, may Allah grant us more life and more healthy. At the same time also, the people who lost their families in this sickness, may Allah give them the patience. As we all know, people of Sierra Leone, Guinea, and other countries, Liberia and so on, were mostly affected by this sickness. And on behalf of the Sierra Leone, the president, the ambassador, and the representatives here, we are here to pray on these things. Thank Allah for that. At the same time also, Mr. James, Mr. Jibril, for their effort on many things, especially here in Berlin, in trying to organize the Muslims and the youth in this country. Allah bless them. The ambassador and his representatives call on us and say we should make these prayers. It's not that we are going to pray for that only, not only for ourselves, but for the entire Africa. May Allah help us. May He develop us. May He also unite us. May He take away Shaitan away from us. Christians, Muslims, Jews, everybody, we are all human beings. We pray that Allah should let understanding be between us or among us. May we also understand each other. May we get good development. We are here for money, but some will die in the course. Some will get the money. Some get sickness and a whole lot of things. Allah, you know the best. Guide us on the right path. We also pray that those who passed away in this sickness,
God forgive them. God also forgive them. Let this sickness or this death that they incur be something we call rahmah for them and for us also. Those of us who remain, it doesn't mean Allah has forget us. No, He didn't forget us. He still knows that we are going to die. However, it's a warning for us that there are certain things that we do. Mostly, these things are things that our hands go and touch it, and we don't know. So God, if the sickness is from us and we don't know, please God forgive us and let us stop doing these things so that certain will not happen in the future. At the same time also, if it's something that came from you as a test, please God forgive us and stop such test on us. So you don't waste much time. I know people are here. At the same time also, we are going to experience a lot in Asr. We like to let the Imam pray, and then the representatives from the ambassador also to give us a speech so that we don't waste much time. But after Asr also, we have prayers. Those who have time can still stay. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين حميد مجيد اللهم اجعل هذا الجمع جمعا محروما ولا تجعل علينا اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة حتم القرآن العظيم ببركة هذا الجمع المبارك يا الله يا ربنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سر الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم As prayer said, I'm from Nigeria and I'm on the group. So we pray for all of us, not only Liberia, Sierra Leone, or Guinea, all Africa, all Muslim. May Allah forgive us, because sometimes we are doing something Allah can punish us, but we cannot stand for His punishment. He's a powerful God. We pray for him. He may not take us for the mistake we are making. He may not punish us. He should forgive us. And Ebola has gone. We hope may not no more come back. We hope it will not come back again to Liberia or Guinea or Sierra Leone or any part of Africa. We are here to unite because this gathering. It's a good thing to meet together, to know who's coming from here. We all are coming from the same family, Liberia, Sierra Leone, or Guinea, or Ghana. We are the same color. We are the same family. Only the great grandfather they travel from place to place. Then finally they divided us. This is Sierra Leone. This is Guinea. This is so and so. So if you go back to the origin, we're the same family. So we should try to put strength on this in this gathering, not to forget one another. This meeting is reminding us that we are the one family. اللهم اشفي مرضنا وعوضنا من المرض الخبيثة. May Allah forgive us or cure all our sickness. And those who are healthy, to continue their health. May Allah forgive us and put barakah in our country. May Allah put us together and understand one another. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة النعيم مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين From the same family as our brother has just said. We all know that anything affecting a family is also affecting the rest of everybody. And as we have gathered here today,
we've gathered here not only in the name of Sierra Leone, but or Guinea or Liberia, but in the name of Africa, in the name of the world, as we have gathered here today to say.